الله أكبر، اقتحام مديرية ناحية المزاريب، هذه الذخيرة التي غنمها أبطال الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطال الجيش الحر، أبطال الجيش الحر يقومون بعملية تحرير ناحية المزاريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه هي جنود أسد التي لا تخاف الموت. الله أكبر، تم قهرها على يد أبطال الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، تم تحرير ناحية المزاريب التي تم استعمالها كمركز الشبيحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحرير المعتقلين في السجن مديرية الناحية. الحر، أبطال الجيش الحر قاموا بتحرير. جايينك يا بشار، جايينك فوق النار، جايينك. الله أكبر، حرر المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. 29 27 9 2011. الله أكبر. أبطال سرية الشهيد قصي الزعبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معتقلين، معتقلين، معتقلين من عصابات الأسد. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلاب الأسد أسرع على يد أبطال الجيش الحر. الله أكبر. سرية الشهيد قصي الزعبي. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، الله أكبر. هذه هي جنود الأسد تنسحب من ناحية المزاريب التي تم تحريرها على يد أبطال الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر. الغنائم، الغنائم التي استولى عليها الجيش الحر في بلدة المزاريب. الله أكبر، والعزة لله. الله أكبر، 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 الله أكبر. 27/9/2012 بلدة المزاريب، قامت سرية الشهيد قصي الزعبي تحرير ناحية المزاريب من عصابات الأسد والشبيحة. الله أكبر.